مرحبا، اهلا وسهلا بكم اليوم بالفيديو الجديد مالتي. اليوم اسوي لكم فيديو من السوبر ماركت. هنا أنا بالمانيا، اسمه ريفا، عنده سلسله مال السوبر ماركتات وين ما تروحون يعني بالمانيا تلقون من عنده. طبعا عندهم هاي الوجبات السريعه يعني اللي واحد ما بيه حيل يطبخ ياخذ له شيء، هاي تحلية، بعدين هاي انواع مختلفة من ال ما اعرف اسميها بالعربي، بس يعني فراولة، هاي الفواكه الحمراء يسمونها، ما اعرف اسميها بالضبط بالعربي، بس يعني هاي مثلا تشبه التكي، هذا تكي، وهاي تشبه التركي، يسموها بالألماني يسموها شو اسمها يا ربي، ما ذكر وما مكتوب اسمها، همبيغة، همبيغة، بس ما أعرف اسمها بالعربي، ما ذكر. شايفتها لما كنت بالعراق يعني هيك نوع، هذا شوندر، طبعا كلش غالية، المخضر يعني قياسا بالعراق. هذا الجزر، هذا ما اعرف شنو هذا، هنا يسموه زلري بس ما اعرف بالعراق شو يسموه. مثلا انا ما شايفه هذا النوع من الخس. بعد شنو، قرنبيط، هذا اليقطين، انواع مختلفة، اكو يعني نباتات مثلا ما شايفتها يعني بالعراق. عندكم هنا الفلفل الوان، هاي همين شغلة يعني مو موجودة، احنا الفلفل عندنا اكثر شي بالعراق الاخضر ونحبه اكثر، هذا الطعمة يعني مو يعني طعمه خفيف مو قوي مثل طعم الفلفل بالعراق. هاي الطماطة الصغيرة شيري يسموها، كلش طعمها طيب، كلش غالية. انتم انواع كثيرة من الطماطة، هاي طماطة نوع، هاي طماطة همين نوع، باذنجان شوية مرخصي، صار الباذنجانية بواحد يورو بالشتاء، يعني بداية الشتاء كانت بثلاثة اثنين ونص. هذا الشجر، شجر يكون حل داكن هنا مقارنة بالشجر مال العراق. ما عدش عندنا، عندنا هاي بطاطا، ما بطاطا، طبعا الشغلات اللي بالثلاجة عندهم مخللات ما مخللات، عصائر، هنا زلايط جاهزة وشغلات مطبوخة مجرد واحد يحميها. طبعا ما احب انا الشغلات الجاهزة ابد، ما اشتريها. اذا رحنا منه بخس، راح اخذ خس، خس مالتهم مدور طبعا. هنا عندنا الليمون، هذني اربع قطع، حب اربع قطع واحد يورو، طعمه طيب. بطاطا هاي كلش ناعمة، جزر انواع، هاي الطماطة الشيري مسوين عليها تخفيض، ما ادري اذا اخذها، وهاي الطماطة البيو كيلو باربعة. نجي تفاح برتقال، هاي الشكو، البطيخ حلو، هاي اسمها بابايا، ما شايفة من عندها بالعراق، ما هلقد حبيتها. خلينا نرجع من هالجهة،
هذا ال يا ربي شو اسمه بالعربي، اين شو اسمه، زنجبيل. زنجبيل هاي المكسرات، ما مكسرات، فواكه جافة. هنا عجبان، عجبان وزبد، عندي زبد في البيت محتاجين. هاي انواع الاجبان موجودة كلش، هواي اجبان مختلفة، جبن قديم، جبن بالطعم هاي يعني. خلي اخذ جبن فيلادلفيا، هذا جبن فيلادلفيا، ما ادري عندنا بياكلوا لا بالبيت. لحوم، اوف، انا امسح الكاميرا شويه. هنا نشوف هاي المربيات، مربى كل الانواع. هالايام انا دا احاول ما اكل سكريات. هنا انواع العسل، طبعا عندهم انواع رهيبة من العسل. كل اسعار، مثلا عندك السعر هذا 6 يورو نص كيلو، وعندك 4 5 6. هنا عبوات صغيرة كلش 125، سعرها 1.5. طيب واحد راضي يجرب هذا، مثلا هذا عسل سعره 9.5 يورو. فيني اسعار مختلفة بالعسل، انواع حلوة طبعا كلش. اما اشتري مرات عسل، صار فترة ما عندي وصل عسل. هنا عندنا الشغلات، البان، البان ما البان، اخذ هذا ردت، هذا اللبن ردت اخذه، هذا 1.5، انا ردت 3.5. الدسم مالته 3.5. من الكاميرا دقيقة خلي اشوف شنو مشكلتها. هنا شغلات، هنا التمن عندهم انواع تمن كلش غريبة، مثلا تمن بسمتي، هذا تمن بسمتي مخلوط ويا تمن اسود. ما شايفة تمن اسود بالعراق، كتبونا بالتعليقات اذا تعرفون التمن الاسود. هذا تمن حبايته صغيرة، هذا تمن اسمر، تكو تمن كلش كان غريب مرة شفته. حاليا اكثر شي بالمانيا جاي ياكلون فد شي اسمه كينوا، احاول اشوفها. هاي صحية كينوا اسمها، يهم من نوع من الحبوب بس تحتوي على نسبة عالية من البروتين وصحية ما تسمن. شي يسمونها ربي نسيت، يعني هي تنطبخ مثل الرز. كل شيء الألمان كلش يحبون المعكرونة، فعتهم
انواع لا نهايه لها من المعكرونه. اكو معكرونه همين قاموا يصنعونها من اشياء اخرى، من العدس، من البازاليا، من اشياء اخرى حتى يعني صحيه. هاي هنا الصوصج المعلب، مثل ما قلت لكم اني كلش ما اهتم للمعلبات. احاول ما اروح المكان اللي بيه البائعة، يعني ما اعرف اذا يقبلون اصور فيديو او لا. هاي مخللات خيار ما خيار، طبعا الخل مالتهم كله ابيض، ما عندهم خل الدبس. زيتون ما زيتون، هاي شغلات معلبة، فطر، فاصوليا معلبة، ذرة، بازاليا. سو شي حلو مثلا عندهم هذا كرز معلب او اناناس معلب، يسوون بيه كيك، يحطوه على الكيك او ياكلوه، يسوون تحلية بيه. وهنا هذا يمكن الرز اللي، لا هذا مو رز، بس شي غريب مكتوب على الصوص بازاليا، بس الحبة مالته غريبة. شغلات تختلف، يعني شغلات مو موجودة عندنا يعني بالأسواق العراقية، بس يعني مو شرط تكون هي شغلات زينة. شغلات يعني شغلات لطيفة. اللاجنج توم، القهوة ما احجيكم، القهوة تخبى انواعها. مشتري من هاي القهوة دائما بلاك اند وايت، كلش كلش طيبة. هاي الانواع يعني واحد هلقد ما انواع هواية، واحد يصير عنده فضول نجربها كلها. خلينا ننهزم من هذا البائع حتى لا يسوي لنا مشكلة. من انواع الشوكولاتة، من انواع الحلوة مال الشوكولاتة، رافائيلو. من الشوكولاتة اللي كلش 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 طيبة هي، هسه اشوفكم هاي النوعية بندت، بس مو الجوزية الحمراء. مخانة الحلويات، ما حلويات، بسكت وهاي السوالف. هاي انواع الكاكاو موجودة، هذا سبورت، كل الاطعام يعني. هذا طعم ال هذا الشوكولاتة البيضة، هاي بالحليب، هاي شوكولاتة جوزية، شوكولاتة بطعم جوز الهند بالعسل، يعني ما مخلينا اي طعم من الاطعام ما مجربينه. اني احب هاي الشوكولاتة كلش طيبة، هم سعرها زين، مرات يسوون عليها تخفيضات كلش طيبة. انا احب يعني اكثر شي هاي اللي هي بالحليب، كنت كلش احب هاي الفترة، ما اعرف شو ما مشتهية شوكولاتة فما راح اشتري. ملكة مو هالقد اني وياها،
أعتقد هذا كرنس مال المطبخ. هنا المكسرات، هنا ألمنيوم، ما ألمنيوم مال الفرن، شغلات الفرن. محتاجة ثلاجة. يعني هنا شغلات شلون نقول، أعشاب، ما أعشاب، هاي فيتامين، فيتامينات يقدر واحد يشتريها بالسوق، يعني مو شرط يروح للصيدلية. هم كلش لطيفة هالشغلة، أشياء اللي يعني استخدمها هو يعني المكملات الغذائية، بالنسبة لما واحد يحس بنفسه شوية مت، يعني راح ينشل، ياخذ من هذا الشاي يخبل، هذا سحر يعني. اني بس احس بنفسي نشلة بسيطة اشرب منه يومين، كلش كلش حلو ويفيد ويمشي، يعني مباشرة يحس بالتحسن. نكمل وياكم الفيديو. اذا عجبتكم القناة، عجبتكم فيديوهاتي وتحبون اسويكم فيديوهات اكثر من هذا النوع، شجعوني، انطوني لايك وانطوني سبسكرايب، متابعة، فعلوا الجرس اذا تحبون تشوفون بعد فيديوهات. فأنا كلش راح افرح وراح استمر طبعا. عندنا هاي شغلة المعاجين الأسنان، طبعا أنا جربت يمكن أكثر أنواع المعاجين جربتها، سنسوداين كلش زين، وهذا كولغيت، كولغيت كلش رخيص ويغنيكم، يعني ما يحتاج تشترون الغاليات، كلش دا يكفي، يعني كوخم 5000 نوع. جربت الغالي وجربت الرخيص وشفت انه مو فرق كبير، يعني سنسوداين كلش زين، بس مو كل سنسوداين، بكلش هواي انواع ما اقدر اقول لكم. انا جربت هذا اللي هو سعره 2 يورو، كان كلش زين، وجربت الكولغيت همنا كلش زين، الاخضر ما حبيته، الأزرق حلو. إذا للبنات شامبو، طبعا هم جربت هواية شامبوات، من أحلى الشامبوات العلم، كلش رخيص، كلش عجبني، يسوي وقفة كبيرة أو هواية بالشعر، وكلش عجبتني. بالنسبة لغسول الجسم، طبعا نيفيا كلش حلو بس مو موجود. هذا الأخضر يخبر، الأخضر هذا كلش كلش حلو، ريحته طيبة بوخفة هواية، فأني كلش كلش حبيته. هذا البي تقشير، يعني نيفيا من ماركاتي كلش حلواني، كلش تعجبني. فأتمنى يكون عجبكم اليوم الفيديو وتتابعوني. هنا كلش حلو، عندنا شغلات منظفات، يعني لو واحد مثلا يحب يشوف هاي النوعيات منظفات، كلش هواية عندهم، الكل شيء عندهم منظف. ف احب هذا اللي نور يعطي عطر للملابس، الازرق حلو، بنفسجي حلو. اتمنى استمتعتوا بالفيديو اليوم،
وشوفكم في فيديو جديد، وسلام، باي باي، سلام.